السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الأيام القليلة اللي مضات كنا كنحلوا اليوتيوب كنسمعوا واحد الطفل عنده 13 سنة اختفى من دارهم في رمشة عين، بعد ما خرجت أمه وشرحت أنه هذا الطفل عندها من الأبناء ديالها اللي هادين كيف جميع الأبناء ديالها، لكن هو أهدى منهم. ولد كيبغي القراية، كيبغي دارهم، ما فراسو حتى شي حاجه اللي هي غادي تخليه ينحرف على المدرسه او على البيت او يهرب مثلا او يفكر بالحرق، كيف ما دعت بعض القنوات قالوا راه الولد مشى باش يحرق. خرجت العائله ديالو منها، الخوال والعمام والجيران والحباب والصحاب وكلهم ضمنوا مع هاد الناس لانهم اسره طيبه. خرجوا كيقلبوا، مشاو لطنجه، مشاو لتطوان. كون هذا الطفل كيف ما قالوا حاطين في احتمال انه ممكن يحرق، لان الناس اللي مشاو لطنجه من العائله ديالو والاقارب والجيران تلقاو بهم ناس اخرين. نتوما كتعرفوا ملي كطرح شي حاجه كل الناس تتقول وكتاول. قالوا لهم هاد الصوره ديال هاد الطفل كان مر من هنايا وكان ناوي باش يمشي يحرق، وكاين بعض الناس عقلاء مشاو قالوا الولد ما عندوش الفكره ديال الحريق، وكاينين بعض الناس اللي بقاو في الدار تيقلبوا منهم الام ديالها اللي تعرضت لبزاف ديال الاتصالات اللي كتقول انا الولد ها هو لقيناه، والمراه مسكينه كتفرح وكتمرح وكتزغرت وكتغوت بالفرحه الا وكيفاجئوها وتيقولوا ليها راه ماشي هو، بعد ما طلبوا منها التصوير وقالت لهم ماشي مشكل انا نصور معاكم. هذا كيبين ان الناس ما في قلبهمش الرحمه. المراه مكويه ومشويه وبقى نفسها وعندها طريبيه بنيتها وضع لها واحد الوليد، والولد صغير كون غير كان كبير ماشي مشكل، هو الابناء الله يسمح لنا من الوالدين الكبده وحده، ولكن الولد صغير ما كيعرفش فين يخرج، ما كيعرفش فين يدخل، ما كيعرفش شنو يدير بلا الوالدين ديالو. كيتصنت لهم اكثر، كيوصيوه، كينهيوه، كيقولوا ليه ها طريق الخير وها طريق الشر واصحاب السوء واصحاب الشر، ما تمشيش مع هادي وما ديرش لهادي وما ديرش هادي، سير ديريكت للبلاصه اللي قلت لك وترجع ديريكت من البلاصه اللي قلت لك. الا هاد الولد خرج ودخل دار خالته على اساس يمشي من عند دار خالته يمشي للسوايع. السوايع بدورهم هاد المعلم اللي كيدير لهم هاد الدروس الخصوصيه تيقول انه ارسل لهم رساله جماعيه للاطفال كلهم اللي كيديروا عنده المراجعه، وقال لهم انا مريض ما تجيونيش. الا هاد الطفل مروان هو اللي ما جاتوش هاد الرساله. هنا موضوع الشك، الشك اللي كان ملتقي على هاد الاستاذ، هاد الاستاذ اللي قال ان هاد التلميذ بوحده اللي جا عندي، وطبعا ماشي اللي جا عندي، هاد الاستاذ قال انا صفت لهم رساله كامله ما نعرفش واش وتوصل بالرساله ولا ما توصلهاش، لكن التلاميذ كلهم ما جاوش وبنضم منهم حتى هو، جاتو الرساله ما جاتش، لكن الوالدين ديالو تيقول لهم الطفل مروان انه غادي يمشي يدير المراجعه. المهم وصل الطفل المراجعه، الوالدين كينتظروه يجي، الا اذا الوقت ضاع وجاو يقلبوا في المراجعه علاش الولد ما جاش، واش كان ومتى خرج، واش جا بعدا ويمتى خرج ويمتى غادي يقدر يكون وصل للدار. كيقول لهم المعلم ديالو انا ما شفتوش، انا راني عطيتهم رساله جماعيه على اساس ما يجيني عندهم حتى شي واحد. هنا فين كتفاجئ الام وتتقول الولد ضاع، بداو كيقلبوا وبدات الناس كتاول والناس كتدور. الحمد لله اليوم في هاد الساعه هذه وصل الطفل مروان، وصل لدارهم وجا ولقوه، وعمت الفرحه عند الجيران وتعبهم ما دازش باطل، تعبهم بعد ما لقوا حي انه هذا الطفل على الاقل جاء برد القلب ديال امه ودخل دارهم وجلس معهم وغادي يحكي لهم القصه ديال فين كان مروان في هذا الوقت، واش بالصح مشى عند المعلم يدير المراجعه، واش وصل عند المعلم، واش خرج من عند دار خالته، واش دخل ليها اصلا، كيفاش كانت الطريق من بين خالته لعند البيت ديال المعلم، شنو هي الامور اللي صارت في هذه الفتره هذه في هذا الوقت الزمني اللي كان ما بين من مكان الى مكان.
هذا اللي غادي نعرفوه احنا من فم ديال الطفل مروان. رجع مروان وقال انه كان هربان خوف من التليفون اللي مشى ليه. رجع مروان ورجعت الفرحه للام ديالو اللي يا ما جاتها تكهنات ويا ما جاتها تخيلات، وحتى حنا معاها وحتى حنا تخفنا وتخلعنا وقلنا مروان مشى ويمكن داه الاستاذ ديالو، يمكن لان سبحان الله كتجيك مخيلات بزاف ديال الحوايج، كيجيك العقل ديالك كيبقى يجتهد في بزاف ديال الحوايج، كتقول لي راه مشى هنا راه داه هذا راه داه هذا. هو فعلا الولد هرب وما عرفش فين يهرب، هرب قريب للدار ديالو ديال الكمامه وكيهرب من قنت لقنت وكينعس في شي قهاوي خاويين بعد ما كيخواو خوف من التليفون اللي مشى ليه اللي يضربوه الوالدين ديالو، ولكن ما خافش على الام ديالو لانه باقي صغير. نعذروه مروان باقي صغير، خاف غير على الحمولة يتكال بلاصة. علاش ما نشدوش وليداتنا ونشجعوهم ونقول لهم الا مشات هاد الحاجه نشريو وحده اخرى، والا مشات هاد الحاجه كتابت ليها، والا ضاعت هاد الحاجه ما يمنا ما نديرو بها، ما غناكلوش على العصا. حنا اللي كنديروها ماشي حنا اللي ماشي هي اللي كديرنا، حنا اللي كنشريوها ماشي هي اللي كتشرينا. ونعرفوا نعلموهم كيفاش يحافظوا على الحاجه ديالهم، ولا مشات سرقها شي حد ولا انا ما نتبعوش ما نمشيوش وراها، ما نخسروش حياتنا ما نخسروش حياه والدينا ما نفقصوهمش، ونحاولوا نهضروا معاهم ونهضروا مع وليداتنا بهذا الاسلوب نربيوهم، باش حتى في حاله الا سقطوا كاينين بعض الدراري اللي كيخافوا وما كيبغيوش يجيو للدار لان سنه كلها هما تيشوفوا العذاب ديال الوالدين ديالهم معذبين معاه بشراءات الكتوبه وبهادي وبهادي وبهادي. نقولوا لهم الا ضاع هذا العام نخلفوه في العام الاخر ونجيبوا فيه نقطه اكثر، الا كنا غنجحوا على 7 ولا على 8 نقدروا نجحوا على 10، والا سقطنا على 5 ولا على 4 نحاولوا نضعفوا هذا ويكون عندنا ماشي عيب السقوط، عيب هو اننا نسقطوا وما فاهمين والو او ننجحوا وما عارفين والو. هنا فين كتجلى التربيه والاخلاق ديال كاين بعض الناس ما كيعرفوش يربيو وليداتهم، كيربوهم صح بزاف ديال الحوايج داخليا لكن كيكبتوا فيهم داك الخوف وكيكبتوا فيهم ديك الشجاعه، ما كيقدروش يخافوا ما كيقدروش يدافعوا على نفسهم، كيبقاو يهضروا هضره ما عندها حتى علاقه، عندها كون دير ليك وضيعتيني وفعلتيني وما عنديش وما ندير الا ما عنديش ربي غادي يرزقني. ونعلمهم القناعه ونعلمهم الحاجه اللي غادي تضيع لنا ونخافوا عليها نخليوها في الدار ونخرجوا ونمشيو ونعاودوا نرجعوا. هذا هو فين ضاع الولد مروان من الدار والسبب علاش راه مشى والسبب باش رجع. والله يسمح لينا كلنا كنا كنهضروا هضره لان كل المخيلات ديالنا كنتخيلوها، مشى هنا دا هنا مشى للمدرسه دا التجاره دا الاستاذ سد عليه دار فعل صنع، وهذا طبيعي الانسان انه يخدم شويه عقله ويبدا يقول من هنا لهنا لهنا، ولكن في غالب الاحيان ملي كيكون شي واحد غاب من الدار كيكون غايب في المحيط القريب لينا، هذا هو اللي كانوا كيركزوا عليه بعض العقلاء، كانوا تيقولون قلبوا على المكان اللي هو قريب اليوم ولا غدا غادي يرجع. طبعا الا ما مسكوا حتى شي واحد راه غادي يرجع واحد النهار. السلام عليكم والحمد لله على سلامه الام ديالو اللي بانت فيها الفرحه وبانت فيها البهجه، والله يسمح لينا من الوالدين ونكون معكم في حلقه جديده تكون فيها نبأ شي حاجة خبيثة وطلعت زوينة، وكنتمنى تكونوا متضامنين المغاربة كيف ما تضامنتوا كلكم مع أم مروان. وإلى ملتقى تاني ما تنسوش ديروا لنا لايك وديروا اشتراك في القناة وجزاكم